مرحبا جميعا، حياكم الله، تحية طيبة جميعا. شكرا جزيلا طبعا لحضوركم اليوم، وبتشكركم كثير باسمي طبعا وباسم تحالف حماية الطفل والمجموعة العالمية لحماية الطفل. مع الأسف ما في وقت كافي لنتعرف على بعض، ولكن بالشات بوكس بالدردشة فيكم تذكروا اسمكم ومن وين حضرتكم، من أي بلد، وطبعا أي معلومات عن دوركم وظيفتكم. طبعا جلستنا اليوم هي لزيادة معرفتكم بالمعايير الدنيا لحماية الطفل، وخاصة الطبعة الجديدة اللي هي طبعة العام 2019. طبعا بس مقدمة سريعة جدا عن الموضوع، علم حماية الطفل هو علم حديث نسبيا، وعلم حماية الطفل في حالة الطوارئ حقيقة هو أجدد، هو شيء أحدث. وبالتالي مثل ما أكيد من خبرتكم لاحظتوا أنه ربما كل شخص يفهم حماية الطفل بطريقة مختلفة عن الآخر. يعني في بالنسبة لبعض الناس هي أمور تتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي، لبعض الأشخاص هي أمور لها علاقة بالصحة النفسية، لبعض الأشخاص هي لها علاقة بحماية الطفل مثلا من مخاطر الإنترنت وغيرها. ولذلك كان لابد طبعا من التوافق على من جمع الممارسين في هذا المجال و جمعهم للوصول إلى توافق بين هؤلاء الممارسين على ما هي حماية الطفل، ما هو تعريفها، ما هي المعايير التي، ما هي المخاوف المعيارية التي يجب أن نعمل لكي نستجيب لها، وما هي الاستجابات أيضا المعيارية لهذه المخاوف وما إلى آخره. وهكذا جاءت طبعا نسخة العام 2012 من المعايير الدنيا لحماية الطفل، والآن نحن الآن في صدد إطلاق طبعا نسخة العام 2019. الجلسة قيد التسجيل، بس حبيت أخبركم بهذه المعلومة، وطبعا شكرا لكل من أرسل لنا أسئلة وسنجيب عليها في الجزء الأخير من الجلسة. كمان إذا عندكم أسئلة، إذا كان لديكم أي سؤال يمكنكم أيضا أن تطرحوه من خلال أيقونة الأسئلة في أعلى الشاشة إذا كنتم ترونها، إذا لم تقدروا يمكنكم أيضا أن تطرحوها في تشات بوكس في صندوق الدردشة. لما تطرحوا السؤال إذا تفضلتم أفضل، يعني يمكنكم ذكر اسمكم واسم البلد الذي تعملون فيه. وطبعا سنبدأ أولا باستعراض الأجندة أو جدول الأعمال، وسنعرفكم على بقية الميسرين والضيوف الكرام. وطبعا قبل أن أبدأ هنالك أمر مهم بدي أذكره، هو أنه هنالك أيضا ندوة إلكترونية قادمة، يعني ويبينر في 19 شهر، يعني الأسبوع القادم، عن حماية الطفل في ظل وباء كوفيد. أيضا معنا في تحالف حماية الطفل والمجموعة العالمية لحماية الطفل، وبالتالي اليوم لن نفسح مجال كبير للحديث عن حماية الطفل في ظل وباء كوفيد 19 أو كورونا، وسنركز على المعايير الدنيا بشكل أكبر، وإن كنا سنتطرق بشكل بسيط طبعا للمعايير وعلاقتها بكوفيد 19. جلستنا اليوم طبعا جدول الأعمال اليوم راح نحكي، سنتحدث قليلا عن المعايير الدنيا لحماية الطفل، وثم سننتقل إلى مقدمة إلى طبعة العام 2019، يعني سنخبركم ما هو الجديد في هذه الطبعة، ماذا تغير بمقارنة من نسخة العام 2012. ثم سنتحدث عن المعايير الدنيا لحماية الطفل في سياقات اللجوء والسياقات المختلطة، يعني مثلا مثل العراق، العراق فيها نازحون وأيضا فيها لاجئون سوريين وغيرهم. وأيضا سنتحدث عن تكييف المعايير الدنيا بحسب السياقات المحلية. طبعا هذه المعايير الدنيا هي تقريبا عالمية، لكن السياقات تفرض خصوصيات معينة ويمكننا تكييف هذه المعايير. وسنتحدث عن أمثلة عن استخدام المعايير في استجابات حماية الطفل لجائحة كوفيد 19. وسنتحدث طبعا مثل ما قلنا سيكون هذا الجزء صغير من جلستنا اليوم، بينما في الندوة القادمة سيكون الجزء الأكبر هو الحديث عن حماية الطفل في ظل جائحة كوفيد، وما هي الأدوات والبرامج وما إلى آخره التي يمكن القيام بها، والأنشطة التي يمكن القيام بها في ظل القيود على الحركة وما إلى ذلك. أيضا سنتحدث عن المعايير الدنيا في دمج، عن دور المعايير الدنيا في دمج حماية الطفل في القطاعات الأخرى، في الصحة والتعليم وما إلى ذلك. وسيكون لدينا في نهاية الجلسة جلسة قليلة مطولة عن الأسئلة والأجوبة،
ثم سنختتم هذه الجلسة. ننتقل الآن إلى تعرفة سريعة بالحضور. طبعاً الميسرون معنا زميلتنا جوانا ويج، وهي القائد المشارك من اليونيسف لمجموعة عمل المعايير الدنيا لحماية الطفل. جوانا لديها خبرة أكثر من 20 عاماً في مجال حماية الطفل في حالات الطوارئ في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي تعيش في تورنتو في كندا، وهي أيضاً أستاذة في جامعة سانتيال وتدرس في منهاج التنمية الدولية. ومعنا الأستاذ رياض نجم، وهو مؤسس منظمة حراس الطفولة والمدير التنفيذي فيها، وهو عضو اللجنة التوجيهية لتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني، ولديه خبرة عمل 10 سنوات في مجال حماية الطفل على المستوى المحلي في السياق المحلي. معكم أيضاً أخوكم أحمد سالم، وهو محاضر. أنا سابقاً كنت محاضر جامعي وحالياً أعمل في العمل الإنساني في السنوات 9 الماضية، ولدي خبرة 7 سنوات في مجال حماية الطفل. حالياً أنا مدير مكتب المساعدة العربي في مجموعة حماية الطفل العالمية التي تستضيفها اليونيسف في جنيف. من الضيوف الكرام معنا أرمينا كرخانيان، وهي مسؤولة أولى عن حماية الطفل والشباب في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR. وأرمينا عملت مع المفوضية لأكثر من 20 عاماً في وظائف حماية مختلفة في أرمينيا وجورجيا وروسيا، بالإضافة لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضاً كانت هي رئيسة وحدة تحديد حالة اللجوء في مكتب المفوضية في القاهرة، ومسؤولة الحماية الأولى في وسط وجنوب العراق في مفوضية اللاجئين في بغداد. معنا أيضاً زميلتنا سمر نعمان، وهي المنسق المشترك للكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن، وهي طبعاً مع منظمة حماية الأطفال الدولية، ولديها خبرة 5 سنوات في حماية الطفل في حالة الطوارئ و3 سنوات في مجال المياه والصرف. معنا زميلتنا نورس محمود، وهي طبعاً حدث خطأ هنا، بعتذر. نورس لديها أيضاً خبرة واسعة في مجال حماية الطفل، وهي الآن المنسقة المشاركة لقطاع حماية الطفل للكتلة الفرعية لحماية الطفل في العراق، وهي تستضيفها منظمة إنقاذ الطفولة Save the Children. معنا أيضاً زميلتنا سمية. سمية هي أخصائية نفسية وحالياً مسؤولة برنامج الحماية بمنظمة تكافل الشام منذ العام 2018، وقد بدأت سمية العمل الإنساني منذ عام 2014، وعملت بمجال الحماية وحماية الطفل منذ 2 سنين حتى الآن، وكانت عضوة في مجموعة عمل اليافعين والشباب في سوريا. أستاذ رياض، بداية، هل لديك أي إضافات أو مقدمة باعتبارك ممثل تحالف حماية الطفل العالمي؟ شكراً كثير أحمد، بدي رحب بالجميع وشكراً لكم لأنكم عطيتوا الوقت لحتى تكونوا بهي الندوة المهمة. حابب بس أعطي مقدمة سريعة عن التحالف الدولي، حاول جهدي أني ما أخذ من وقت الندوة. التحالف الدولي لحماية الطفل هو تحالف مكون من أكثر من 100 منظمة تعمل بحماية الطفل حول العالم. طبعاً هدف هدول المنظمات إنهاء العنف الموجه ضد الأطفال، الاستغلال والإهمال. التحالف طبعاً القيمة العلمية لهذا التحالف إنه هو عم يجمع مجموعة كبيرة من المنظمات من حول العالم من خبرات وسياقات مختلفة. الهدف الأساسي للتحالف هو المناصرة من أجل الأطفال وحقوقهم، خاصة ضمن السياقات الإنسانية، وأيضاً تطوير المعايير والبرامج الخاصة بالأطفال مثل المعايير الدنيا لحماية الطفل. اليوم نحن حنكون عم نحضر ندوة عنها. بدي شجعكم جميعاً أنه تروحوا على موقع التحالف وتشوفوا جميع المنشورات الموجودة، في شيء جداً قيم. طبعاً هو متاح بعدة لغات، العربي هو أحد اللغات الموجودة ضمن الموقع. أيضاً جميع أو أغلب المنشورات العلمية والتقنية اللي تنشر هي تم ترجمتها للغة العربية.
أيضا بالنهاية بدي شجعكم كممثلين عن المنظمات أنكم تقدموا طلبات انضمام للتحالف كرمال تستفيدوا من الخبرات الموجودة حول العالم، وأيضا التحالف يستفيد من الخبرات الموجودة عنكم، ونحاول أنه نحن نطور مضمون حماية الطفل لأكبر مستوى ممكن. مثل ما تفضل أحمد، الموضوع هو جديد بشكل عام دوليا، وبحاجة أكبر جهد ممكن كرمال نحن نغني هذا المفهوم ونثري أكثر. بدي جدد ترحيبي فيكم، وبتمنى منكم إذا حدا عنده أي أسئلة مثل ما قال أحمد نحن نكتبها بالتشات وحنحاول نحن نجاوب عليها خلال الجلسة. وشكرا. شكرا جزيلا أستاذ رياض. بتحب تعرفنا أيضا في فقرتك القادمة عن ما هو الجديد في طبعة العام 2019؟ أم هذه الجزئية لجوانا؟ عفوا، هذه لجوانا. جوانا، do you hear us? I do. Okay. So would you kindly start your session? Absolutely. It's a great pleasure to be here with you today, and it's my privilege to speak with you from all across the region. I can see that there are many people from a whole range of countries, and I'm only sorry that I cannot address you in Arabic. جوانا عم تقول طبعا جوانا مع الأسف تحكي يعني فقط اللغة العربية، هي عم تعبر عن أسف أن ما بتقدر تحكي اللغة العربية، تحكي لغة العربية كما يتكلمها السواح، هي تقول عن نفسها. بترحب فيكم جميعا وبتشكركم على الحضور. عم بتشوف هي أنه في حضور من كل أنحاء الإقليم اللي هو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. So I wanted to tell you a little bit about the child protection minimum standards as they have been so far and as they have been used in your region. راح تحكي لنا جوانا عن المعايير الدنيا لحماية الطفل كما هي الآن وكيف حالها أيضا في الإقليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. So as you know, the first edition of the CPMS was launched in 2012. It was hugely popular. We know that there were about 74,000 people who used that edition around the world in about 50 countries or perhaps more. طبعا النسخة الأولى اللي هي نسخة العام 2012 كانت شعبية جدا، يعني لاقت رواجا لأنه كثير من الأشخاص طبعا استعملوها. 74,000 شخص استخدموها في أكثر من 50 دولة حول العالم. Though as you can understand, it's very hard to know how many people downloaded it from our site or from Sphere's site or the many different agencies that have promoted the minimum standards over the past 8 years. طبعا ما فينا نحصل بالضبط عدد الأشخاص الذين استخدموا المعايير الدنيا، ربما حملوها من موقع سفير أو موقع التحالف لحماية الطفل أو من أماكن أخرى. In addition to English, French, Spanish and Arabic, which are the core languages of the Alliance, there were 10 other translations that we know about. طبعا بالإضافة إلى ترجمة هذه المعايير إلى العربية والفرنسية والإسبانية، تم ترجمة أيضا هذه المعايير. طبعا هذول اللغات الأربعة هم اللغات الأساسية لدى تحالف حماية الطفل. أيضا تم ترجمة المعايير إلى 10 لغات أخرى، وهذا ما نعرفه، ربما هناك ترجمات أخرى. The minimum standards are global standards, and we really encourage that countries or contexts adapt them for their local setting. And we know that at least 18 countries did that with the previous edition. طبعا المعايير هي معايير دولية، ونحن نتمنى من الدول أن تقوم بتعديل هذه المعايير لتتماشى مع خصوصياتها. وطبعا 18 دولة، نحن نعرف أن هنالك 18 دولة قامت أساسا بتعديل هذه المعايير لتتماشى مع خصوصياتها. So this exercise was undertaken in the Middle East, in Jordan, in Lebanon, and in Palestine. طبعا تطوير هذه المعايير تم بالنسبة للإقليم تبعنا في فلسطين والأردن و سوري فلسطين جوردن yes Jordan Lebanon and Palestine وفي لبنان أيضا. It is also the second most downloaded app on the Humanitarian Standards Partnership, second only to Sphere.
طبعا هو التطبيق الثاني أكثر تطبيق تحميلا على تطبيق معايير الشراكة الإنسانية. هنالك تطبيق على الأجهزة المحمول اسمه تطبيق Humanitarian Standards Partnership، معايير الشراكة الإنسانية. والتطبيق الأكثر تحميلا هو سفير، الثاني أكثر تطبيق تم تحميله هو المعايير الدولية لحماية الطفل. However, as strong as the document was, by 2017, we knew that there were gaps. Some of the core principles were not integrated well into the document. People were asking for more comprehensive and realistic measurement of the standards as well. طبعاً مع تطور المعلومات والمعرفة أدركنا أنه هنالك بعض الثغرات وهذا أمر طبيعي، وأيضا بدأ الزملاء يسألون عن طرق لتطبيق لقياس هذه المعايير، كيف نقيس، يعني نريد معايير لقياس مدى تطبيقنا لهذه المعايير أو مؤشرات عفوا. And we can move to the next slide. We knew that in the next edition we wanted a more emphasis on the role of local actors, on accountability, on prevention and not just response, and then on integration and work with other sectors that, you know, that promote the welfare of children as well. طبعا كانت هذه طبعه العام 2012 بحاجه الى مزيد من التركيز على دور الجهات الفاعله المحليه، يعني المنظمات المحليه وايضا الحكومات المحليه، وايضا المساءله والادماج، يعني مساءلتنا تجاه الاشخاص الذين نقوم بخدمتهم والوقايه وليس فقط الاستجابة، وأيضاً التكامل والتعاون عبر القطاعات المختلفة. The child protection sector had also evolved and changed, and we wanted to use the most up-to-date research and methodologies. We wanted to ensure that practitioners were using the most effective interventions. And so, as you can see here on the slide, we wove in things like cash and voucher assistance, mobile programming, and so on. طبعا مثل ما كنتم شايفين تم ادخال طبعا تحديثات لانه تدخلات حمايه الطفل تطورت، وبالتالي كان لابد من مواكبه هذه التطورات، وبالتالي تم ادخال قضايا متعلقه مثلا بالمساعدات النقديه وتصميم البرامج المتنقله. If we go to the next slide, we also saw that there was a need to ensure that the document really reflected the range of contexts in which children were facing these protection challenges. So we wanted, for example, to strengthen the relevance for children who are refugees or stateless or migrating, etc. طبعا حاولنا بهذه الإصدار أن نشمل جميع الأطفال المستضعفين، وبالتالي بدأنا أيضا نتحدث عن الأطفال والأسر مثلا اللاجئون أو النازحون أو المهاجرون. The 2014-2016 Ebola crisis in West Africa also pointed to some key weaknesses in the CPMS that we wanted to address. And of course, we could not know, we could not look ahead and realize the situation we are currently facing with COVID-19. But there is a much stronger emphasis on infectious diseases in the new edition. لما صارت أزمة الإيبولا أو كارثة الإيبولا في طبعا عدوى الإيبولا في أفريقيا نحن أدركنا أن المعايير الدنيا لحماية الطفل لم تأخذ في عين الاعتبار الأمراض المعدية، وبالتالي تم إدماج بعض التوصيات الخاصة بالأمراض المعدية، ولكن لم يتم إدماجها بالقدر الكافي لتواكب أزمة أو الجائحة مثل الجائحة التي نعيشها الآن اللي هي جائحة كوفيد 19. The feedback came to us that in the initial, the original edition, that the urban realities of children, whether they're refugees or displaced, or even local children, those realities of perhaps social isolation, spread of disease, if you are from another place being targeted from away, these were not properly reflected. These were not well explained in the original edition. And so we wanted to look at that as we made the revisions. أيضا من الأمور التي تم إغفالها في النسخة السابقة هي موضوع الأطفال في المناطق الحضرية، سواء كانوا طبعا لاجئين أو أطفال من أبناء الأماكن، ففي حين كان يعني طبعا كان التركيز أكثر على الأطفال في سياقات النزوح والمخيمات وما إلى ذلك، وتم إغفال المناطق الحضرية. الآن تم إدخال طبعا التركيز أكثر على المناطق الحضرية.
And then finally, we wanted to acknowledge the influence of the internet or the online world in the lives of some children and adolescents, and not to presume that all children were disconnected from technology and from their own sources of information. So we tried to address that in the next edition. ايضا في هذه الاصدار طبعا في هذا الاصدار حاولنا ايضا ان ناخذ بعين الاعتبار المخاطر المحيطه بالاطفال بسبب ان معظمهم متصل الان بالانترنت وايضا هنالك فرص ليس فقط مخاطر بل فرص للاطفال متعلقه بالتكنولوجيا والانترنت وبالتالي حاولنا ايضا ان نغطي هذا الجانب في الاصدار الجديد. So we launched a two-year process to revise the minimum standards. And what we are going to be presenting to you today is indeed the 2019 edition. But about 1,000... Go ahead, Ahmed. Thank you. بعد إدراكنا طبعاً لحاجتنا لتطوير المعايير, أطلقنا عملية إعادة صياغة المعايير أو مراجعة المعايير والتي استمرت لمدة عامين. So you can see here the huge number of people that participated in the revision from around the world. طبعا ترون هنا العدد الهائل من الأشخاص الذين ساهموا في مراجعة هذه المعايير. Well, most of the participants were child protection staff, such as you on the call. We had about 150 officials who came from government agencies. طبعا بالإضافة طبعا الأشخاص الذين تم استشارتهم في مراجعة الصيغة النسخة الجديدة من المعايير الدنيا هم في معظمهم طبعا ممارسين في مجال حماية الطفل مثل حضراتكم إلا أنه أيضا تم استشارة 1,100 شخص معظمهم من الحكومات ومن ضمنهم أطفال. And in terms of Arabic speaking populations, we did consultations in Iraq, in Syria, with the refugees and service providers in Turkey and in Sudan. بالنسبة طبعا اللغة العربية أو خلينا نقول العالم العربي تم استشارة أشخاص في العراق وأيضا من سوريا تم استشارتهم في تركيا وأيضا في السودان. In addition, we're very proud to say that sessions were organized with more than 300 children and caregivers, including in Syria in your region. طبعا تم إشراك العديد من الأشخاص والأطفال وأيضا مقدمي الرعاية بما في ذلك أشخاص من سوريا. And then finally, as you can imagine in this huge process, we came up with 6 complete drafts and many more drafts of actual individual standards before we were ready to launch the CPMS package in October and now in Arabic. طبعا بسبب هذه العملية الضخمة صار عندنا 6 مسودات ما عدا المسودات الفردية لكل معيار وطبعا تم العمل عليها جميعا وتم إصدار هذه النسخة في أكتوبر في تشرين الأول من العام 2019 والآن نحن في مايو في أيار 2020 صدرت النسخة العربية. So we're very proud, as you can see, of this huge revision process of all the different thoughts, all the different challenges that were addressed in the new edition. And with that, I will thank Ahmed for the translation and pass the floor over to Riyan. طبعا مثل ما كنتم شايفين كان في جهود كبيرة طبعا في العمل على هذا الجانب وبتحب تتشكرني بسبب عملي أيضا على تنسيق الترجمة النسخة العربية. وننتقل إلى زميلنا مجدداً زميلنا رياض ليحكي لنا أستاذ رياض عن ما هو جديد في نسخة العام 2019 مقارنة بنسخة العام 2012. شكراً كثير جوانا وأحمد. رح بلش اليوم بأنه أحكي لكم أكثر عن شو الفرق أو شو الشيء الجديد بين نسخة 2019 ونسخة 2012. أول شيء لساته نفس الكتيب بألوانه الجميلة وتصميمه البسيط بس طبعاً صار شوي أطول وشوي أسمك لسه في عنا علامات التبويب اللي هي مبوبة بحسب المعايير أيضاً عنا شغلة جديدة أضفناها هي أيقونات رمزية لمجموعة من المفاهيم
المرتبطة بحماية الطفل. طبعا تم وضع ضمن الكتيب كرمال أنه يكون في يعني سهولة أكثر بالحركة ضمن الكتيب، وربطه أيضا مع القضايا المتداخلة بشكل أكبر. إذا ممكن ننتقل على على السلايد الثاني. طيب حنعمل لعبة كتير سريعة مشان ما ناخد كتير من وقت الـ webinar. فينا نخمن أو نتحذر بالشات شو يعني كل أيقونة من الأيقونات التالية، لنشوف مين حيحسن ياخد أفضل أكتر سكور. هاي أيقونة الأولى يلي بيعرف شو ممكن تكون يسجل. الأيقونة الثانية أحمد إذا نعمل كليك كمان. تمام، كمان أحمد إذا تريد. حلو، لهلأ في مشاركة واحدة. طيب جميل. طيب خلينا نروح على السلايد اللي بعده إذا سمحت أحمد. طيب هون فيكم تشوفوا شو كل أيقونة بتعني. طبعاً عنا فترة المراهقة أول شيء، إدارة الحالة، النزوح، الطفولة المبكرة، المؤشرات، اندلاع الأمراض المعدية، وقاية المخاطر، حماية الطفل وصون الطفل. هي مثال عن الأيقونات اللي هي تم إدراجها، حتلاقوها موجودة بالهوامش وأيضاً ضمن النص بالمعايير الدنيا. حتسهل علينا أكثر قراءة المعايير الدنيا وربطها أيضاً مع لأنه الكتيب هو ضخم إلى حد ما، فحتساعدنا نربط المعايير مع بعضها. إذا ممكن ننتقل على السلايد اللي بعده. طيب إذا بدنا نحكي عن المبادئ العشرة اللي هي بنشتغل على أساسها، طبعاً المبادئ العشرة ما تغيرت، اللي هو بيعرف أكثر عن نسخة 2012 نفس المبادئ ما تغيرت، ولكن جمعنا كل المبادئ مع بعضها وطبعاً عطيناها أهمية محددة بالشرح، ويعني أخذوا نفس ساويناهم شوي متساويين بالشرح، ما عاد في تفاوت بيناتهم. وأيضاً نحن أضفناهم على المعايير بشكل عام كتذكير، بالنسخ اللي تلاقوها أونلاين أو بالأبليكيشن حيكون في وصلات تشعبية أو الهايبر لينكس، إذا بنكبس عليها حتاخذنا مباشرة على المبادئ كرمال نحسن نراجعهم بأسرع وقت. طبعاً من هاي المبادئ اللي هو ماله ما بيعرف لسه أو ما بتعرف هاي المبادئ، طبعاً في عنا 10 مبادئ، إن البقاء على قيد الحياة والنمو، عدم التمييز والإدماج، مشاركة الأطفال، المصالح الفضلة للطفل، تعزيز سلامة الناس وكرامتهم وحقوقهم، ضمان وصول الناس إلى أكبر إلى المساعدة المحايدة وفقاً للحاجة ومن دون تمييز، مساعدة الناس على التعافي، مساعدة الناس على استعادة حقوقهم، تعزيز أنظمة حماية الطفل، وتعزيز مرونة الأطفال في العمل الإنساني. هاي المبادئ اللي على أساسها بيتم العمل ضمن التحالف، واللي على أساسها تم صياغة المعايير الدنيا. إذا ممكن ننتقل على السلايد اللي بعده. طيب بشكل عم طبعا عم تقدم شرح معمق وأفضل لمفهوم حماية الطفل بالعمل الإنساني. شو هي أسس حماية الطفل وشو هي القوانين الدولية المتعلقة بهذا المفهوم؟ أيضاً عم نحكي عن المعايير الدنيا بشكل تفصيلي، لمين انعملت هاي المعايير، كيف ممكن تطويرها وكيف ممكن استخدامها والاستفادة منها. عم يشرح أيضاً كيف بترتبط هاي المعايير مع المعايير الأخرى مثل معايير سفير، مثل اتفاقية حقوق الطفل، مثل إنسباير مثلاً. وعم يحكي أكثر عن القضايا المتداخلة. دائماً نحن نطلع على المفاهيم بشكل منفصل، فالمعايير الدنيا عم تحاول تساعدنا نتطلع على المفاهيم والقضايا المتداخلة بشكل أوسع ومعمق أكثر. إذا ممكن ننتقل على السلايد بعده.
طيب مثل ما بنعرف المعايير الدنيا هي أربع ركائز بشكل أساسي، وكل ركيزة في عندها مجموعة من المعايير. فالركيزة الأولى هي ضمان استجابة الجودة. المعيار الأول التنسيق في كل السياقات ومنها مجموعات تنسيق واللاجئين. طبعاً اشتغلوا عليه UNHCR بالإضافة لل CPAOR أو المجموعة الدولية لحماية الطفل، وتم شرح بشكل أكبر كيف ممكن نحن ننسق بين بعض كوكالات تعمل بحماية الطفل، وكيف ممكن أيضاً أنه هذا التنسيق يتغير بتغير السياق. بالمعيار الرابع حاولنا أيضاً أنه يكون في تركيز أكبر على حماية الطفل ونموه ضمن إدارة البرامج، بحيث أنه تكون مثل ما نعرف كلاتنا الحماية لازم تكون مركزية بجميع الأنشطة والبرامج اللي حنشتغلها. فالمعيار الرابع عم يحاول يركز أكثر على حماية الطفل. بالمعيار الخامس أيضاً حاولنا أنه يكون في تحديث لإدارة المعلومات والأدوات المرتبطة فيها، شو هي المخاوف الأخلاقية المرتبطة بحفظ معلومات الأطفال وإدارتها ومشاركتها. بشكل عام أيضاً حاولنا نركز على حماية على موضوع الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية بمفاهيم حماية الطفل. إذا ممكن ننتقل على السلايد اللي بعده. الركيزة الثانية هي متعلقة بمخاطر الحماية المتعلقة بالأطفال. قبل ما نحكي عن شو تغير بالركيزة الثانية، بدي حابب أذكركم أنه دائماً المخاطر هي مرتبطة ببعضها وما فينا نفصل المخاطر عن بعضها. فالمخاطر المتعلقة بالأطفال هي دائماً بتكون مرتبطة بالأسرة، المخاطر المتعلقة بالأسرة بتكون دائماً مرتبطة بالمجتمع وهكذا. فما فينا نحن عم نتذكر الركيزة بشكل أساسي أنه لا يمكن فصل المخاطر عن بعضها. إذا ممكن ننتقل. إذا ممكن ننتقل على السلايد الثاني. ما بعرف إذا أحمد لسه معنا أو فقدناك. طيب يبدو في مشكلة تقنية. طيب لحاول لبين ما نوصل على السلايد نحكي أكثر شو اللي تغير بالركيزة الثانية. في عنا المعيار السلايد رقمه كان 14 أحمد، إذا ممكن نرجع عليه أو رقم 14 عندي ما بعرف، أكيد غير عندك. طيب بالركيزة الثانية إحنا في عنا المعيار رقم 8 اللي هو سوء المعاملة الجسدية والعاطفية. شكرا أحمد. كان بنسخة 2012 بيركز أكثر على بشكل أساسي على العنف الجسدي، وما كان أخذ بعين الاعتبار الإهمال الجسدي أو العاطفي أو الإساءة العاطفية. فبنسخة 2016 حاولنا أكثر أنه نحن نركز على هي المفاهيم أيضاً كسوء معاملة جسدية وعاطفية بالمجمل. وأيضاً أخذنا بعين الاعتبار الأدلة الجديدة اللي هي مرتبطة بهذا الموضوع. طبعاً عديد من الدراسات صارت على المستوى الدولي وأيضاً على مستوى التحالف. المعيار التاسع أيضاً صار بيشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحاولنا نشير بهذا المعيار إلى أنه أحد أهم أسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين، وأيضاً الأعراف والتقاليد الاجتماعية والجنسانية. وحاولنا أنه نركز على شو هو النهج اللي لازم نتبعه مع بهي الحالة، ومع أخذ بعين الاعتبار أنه دائماً نركز على الناجين من العنف. إذا ممكن ننتقل سلايد أحمد. بالركيزة الثالثة اللي هي لها علاقة باستراتيجيات تطوير استراتيجيات الكافية والمناسبة لحماية الطفل. طبعاً أغلبنا العاملين بمجال حماية الطفل بيعرف هذا النموذج اللي هو النموذج الاجتماعي الإيكولوجي.
بهذا المكان كنا عم نحاول نطلع على إنه شو هي الاستراتيجيات اللي ممكن نبنيها تأخذ بعين الاعتبار حاجات الأطفال والأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع الأكبر والأعراف والتقاليد بحيث إنه إحنا ما نكون مركزين على شريحة واحدة وننسى الشرائح الأخرى. إذا ممكن ننتقل. طيب هون في عنا معايير جديدة تمت إضافتها، معيار بيئة الأسرة والأوضاع تقديم الرعاية. طبعاً هذا المعيار هو عم يهتم بأنه يوضع الطفل دائماً في وسط الأسرة، وأنه نعتمد على نقاط القوة ضمن الأسرة لرعاية الطفل. أيضاً في المعيار الآخر المتعلق الرعاية البديلة، في كيف ممكن نحن نقدم الرعاية البديلة أو كيف نحن ممكن نمعير الرعاية البديلة اللي بيتم تقديمها للأطفال في حال غياب الأهل أو انفصالهم عن أهل، أيضا في حال الأوبئة والكوارث الطبيعية. أيضا صار في عنا تحديثات هامة على المعيار رقم 15 يلي بيتذكر كان هو له على معيار المساحات صديقة للطفل بنسخة 2012، حاليا صار هو الأنشطة الجماعية لرفاهية الأطفال، لأنه العمل مع الأطفال هو ليس فقط ضمن المساحات، إنما أيضا ممكن صار بيشمل الأنشطة المتحركة وقت نحن نروح على مخيمات أو مدارس ونعمل فيها أنشطة. المعيار 17 أيضا صار بيركز على أكثر على العمليات اللي بيقودها المجتمع وبيشارك بتصميمها وإدارتها. المعيار رقم 20 أيضا صرنا نتطلع على استراتيجيات وقائية أكثر، يعني صرنا نركز على الوقاية أكثر من الاستجابة بما يتعلق برعاية الأطفال وأيضا وصولهم للعدالة. بالركيزة الرابعة كنا عم نركز بتركز هي على العمل عبر القطاعات المختلفة، ففي عنا دائما عم نطلع انه كيف ممكن نحن القطاعات تستفيد من حماية الطفل من هاي المعايير، وايضا انه دائما نشوف حماية الطفل او الحماية بشكل عام هي شيء مركزي ضمن كل القطاعات، وايضا عم نقدم مجموعة من الأمثلة على ما هي الآثار الجانبية السلبية للقطاعات يلي بتتجاهل المخاطر المتعلقة بحماية الطفل. إذا ممكن ننتقل أحمد. طيب أيضا صار في عنا معيارين جداد هن الأمن الغذائي وحماية الأطفال. عم يحاول المعيار يشرح كيف ممكن نحافظ على حماية الأطفال باستجابتنا للأمن الغذائي، نفس الشيء صار بسبل العيش وكيف متعلقة بحماية الأطفال. أيضا صار في تكامل أكبر بالتوزيع عبر المعايير. صار أيضا في مجموعة من الإجراءات والنصائح اللي ممكن تعملها الوكالات، مثل شو هي الإجراءات الفاعلة لمجال الحماية، للإجراءات أيضا للقطاعات الفاعلة والجهات اللي تشتغل بقطاعات مختلفة، وكيف ممكن ندمج بيناتهم بشكل أكبر. إذا ممكن ننتقل كمان. طيب بالنهاية الملحقات هي بقيت ما تغيرت وموجودة كلها على الإنترنت، ممكن أيضا موجودة على موقع التحالف، ممكن ننتقل لها. منلاقيها أيضا هي كاتاتشمنت أو مرفقات بنسخة المعايير الدنيا، ممكن نشوفها على الإنترنت، وبنصحكم جدا ترجعوا لها وتقروها بشكل أكبر، لأنه يعني مثل ما ساعدتني على المستوى الشخصي بإثراء وإغناء معارفي بهذا المجال حتساعدكم أيضا. وصار في عنا أيضا ضمن المعايير الدنيا جدول للمؤشرات كمان ممكن تطلعوا عليه، بتساعدكم كمان كثير على تصميم البرامج الخاصة فيكم وتصميم الأنشطة الاستجابة. إذا ممكن ننتقل على آخر سلايد. طيب في عنا حنتلاقوا النسخة موجودة على الإنترنت، في كتيب تفاعلي ممكن نحن نشتغل عليه على الإنترنت، وأيضا في ملف PDF ممكن تحمله
كله من على موقع التحالف, وفي ايضا ملخص للكتيب ممكن يخبركم شو هي الشغلات, يعني ملخص كتير سريع ممكن نشوفه اذا ما لنا عنا وقت نقرا الكتيب كاملا. ايضا في عنا حزمه احاطه بما هو الجديد في هذه النسخه, ممكن نحن ايضا ننزلها من على الموقع اذا ما كان في عن اذا بدنا نعرف شو اختلفت عن نسخه 2012. بدي شجعكم جميعا انه تطلعوا على ملف على الموقع التحالف وتاخذوا هاي الاشياء, وفي حال عندكم كان اي اسئله او اي تعليقات عليها ممكن ايضا تبعتوا اسئله على الموقع. وبرجع عندك احمد لحتى نكمل بالويبينار. شكرا جميعا. شكرا جزيلا رياض, الله يعطيك العافيه. بعتذر طبعا عن الخلل, اليوم عملت تحديث لزوم فكتبوا لي انه عملنا بعض التحديثات واصلحنا بعض الاخطاء, ولكن على ما يبدو صار سببت مشاكل اكثر ما صلحت اخطاء. بعتذر عن الاخطاء التقنيه. الان ننتقل الى زميلتنا ارمينة, ما بعرف اذا جاهزه, زميلتنا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين, بحاول اتواصل معها. خلوني اتاكد بعد. ارمينة, do you hear us? Yes, Ahmed, thank you very much. I hope you hear me well. Yes, we hear you loud and clear. Okay, then I will go ahead. Yes, thank you. Friendly. Okay, good morning, good afternoon, colleagues. I'm not sure who is in what time zone these days. But first of all, it's a pleasure for me to be here and speak on behalf of UNHCR. Unfortunately, with the very, very small exception, I was not able to follow as the language of the webinar is Arabic. So I'm very sorry for that. And, Okay, go ahead. Okay. أول شيء برحب فيكم زميلتنا أرمينة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين, ورح تحكي لنا أرمينة عن تطبيق المعايير الدنيا الآن في سياقات اللجوء, ليس فقط في سياقات الطوارئ بل أيضا في سياقات اللجوء, وهي تتأسف أنها لم تستطع أن تفهم كل ما جاء, طبعا كل الحديث الذي كان سابقا لأنه في العربية فهي لا تجيد العربية. Yeah, I'm sure you had already have the overview of the new edition of CPMS. لكنني متأكدة إنه أخذت أنت فكرة عن ما هو جديد في الطبعة الجديدة. So my part of the work will be only to somehow reflect the extent it has been reflecting the joint efforts of the alliance and other involved parts with UNHCR. ولكن الجزء الذي تود أرمينة أن تسلط الضوء عليه هو إلى أي مدى كان هنالك تكامل بالجهود بين التحالف حماية الطفل وأيضا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. Yeah, and first of all, thanks to everyone who have been involved in this process. It's an honor for us to be a part of the process as well. And all those practitioners, experts, colleagues involved in the edition of the CPMS, as well as those who have been involved in the launching of this version. So special thanks to Ahmed and Joanna from my side. طبعا ايضا بتوجه الشكر الجزيل لكل الاشخاص اللي ساهموا بهذا العمل من خبراء وممارسين ومحترفين في هذا المجال, وايضا توجه الشكر لاحمد وجوانا. Thank you to Armin. If we can move to the next slide. So, you know, to keep it brief and to the point, just wanted to mention that this particular edition is involving the extensive work with UNHCR and the inclusion of the provisions which make CPMS more applicable to the refugee setting. طبعا راح نركز باختصار شديد الان على كيف تم تطبيق او تعديل المعايير لتناسب سياقات اللجوء. You know, CPMS should serve for us as a benchmark generally, as standards which are benchmarked to further to put in the context of the specific country and to design the specific operational response based on those benchmarks. طبعا المعايير الدنيا هي بالنسبه لنا المقياس, بالنسبه لنا هي المقياس التي على اساسها نقوم بتصميم استجاباتنا وعملياتنا التي تخدم طبعا اللاجئين ومن بينهم الاطفال.
Yeah, and being mindful of the time, as well as the fact that we are going through the translation, I will keep really very brief and to some point. So Ahmed, if you can move to the next slide. Thank you very much, Armina, for this. طبعاً أرمينة بتقول إنه هي مدركة للوقت وأنه انضغطنا في الوقت وبالتالي رح تكون هي مقتضبة جداً في حديثها. Colleagues, so the slides are designed in a way that you can read, thanks to Ahmed, you can read, on those slides, we try to reflect which particular pillars and what kind of changes per pillar was made. I didn't go into specific standards, just finishing. I didn't go into specific standards, but you can explore yourself and to try to see how, what kind of changes per standards were made. راح تشوفوا هون إشارات عامة طبعاً للأمور التي لها علاقة باللاجئين والأشخاص أيضاً المستضعفين الذين تعنى بهم من فوضية اللاجئين لم تشر أرمينة إلى أي معيار محدد بل ستترك لنا الفرصة لنذهب بأنفسنا ونستكشف ما هي المعايير أو كيف تم تعديل المعايير لكي تستطيع الاستجابة لخصوصيات احتياجات الأطفال في سياقات اللجوء مثل الأردن والعراق طبعاً وليبيا وغيرها. Yeah, so you see on your screens pillar one, and there are a number of standards under the pillar one. But I just tried to reflect for you to quickly, glance on the screen, and I understand the presentation will be also shared widely with the participants. You can see that, there is an explicit mention in the standards to the persons of UNHCR concern. There is a specific mention of UNHCR role as a leading role in the refugee coordination models, lead agency in the protection working groups, and also in the cluster approach. You know that UNHCR is a lead agency chairing the global protection cluster and then clusters, protection cluster on the country levels. So this is, for example, under, go ahead, sorry. No worries. بالركيزة الأولى، الركيزة الأولى تغطي عددا هائلة من المعايير وستجدون طبعا في كل من هذه المعايير في الركيزة الأولى أنه تمت الإشارة للأشخاص الذين تعنى بهم مفوضية اللاجئين مثل الذين تعنى بهم والتي لديها مسؤولية تجاههم طبعا مثل اللاجئين والطالبين اللجوء والنازحين وأيضا تمت الإشارة في هذه الركيزة إلى دور مفوضية اللاجئين في تنسيق عمليات الاستجابة للاجئين وأيضاً للنازحين فغالباً أو دائماً الجهة التي تقود قطاعات ومجموعات عمل الحماية هي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. Yeah, going to pillar two very quickly, you will see that basically the issues, it is addressing the child labor, MHPSS, and other type of protection interventions, and specifically mentions refugee, unaccompanied, and separated children. I will highly encourage colleagues to go and, explore and read the benchmarks set up in the CPMS on this particular component. We keep it for the second, and then we move to the third slide. Next slide. Yes, just if you give me a second to translate what you said. طبعا الركيزة الثانية طبعا تشمل أيضا معايير أخرى وهذه المعايير تركز على الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي وعمالة الأطفال وغيرها من تدخلات المساعدة والحماية مع التركيز بشكل خاص على إدراج الأطفال اللاجئين غير المصحوبين على إدماج عفوا أنا هذا خطأ من عندي وإدماج الأطفال اللاجئين غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. Thank you, Ahmed. Then going to the next slide, I would like to specifically highlight here the child-friendly asylum procedures reference in the under the pillar three. As you might know, in many countries where UNHCR is in a position in charge of processing refugee status determination. This is one of the major components we have to consider. And also, as a part of the case management, when we talk about best interest procedures, there is a very clear reference to UNHCR leading role in that particular aspect. في الركيزة الثالثة طبعاً هناك إشارة واضحة إلى الإجراءات اللجوء الصديقة للأطفال يعني التي تراعي الأطفال. بما في ذلك طبعا وفي السياقات التي تكون فيها المفوضية العليا للاجئين هي المسؤولة عن تحديد حالات اللجوء ومنهم الأشخاص الذين يجب إعادة توطينهم وما إلى ذلك والأشخاص الذين يجب لم شملهم يعني الأطفال الصغار تحت عمر
18 عاما. طبعا تم ادراج هذه التفاصيل كلها بدعم من المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين التي تنشط في هذا المجال. Thank you. So I will not really go through further. Ahmed, if you can move to the pillar four, the next slide, just also for colleagues to see the references to refugee children and stateless children. طبعا ننتقل الآن إلى الركيزة الرابعة التي تتحدث أيضا عن الأطفال اللاجئين. Yeah, and for colleagues to reflect, to look at the, you know, specific references to the persons of UNHCR concern. وطبعا تشجعنا إلى الانتباه إلى الأشخاص الذين ترعاهم عادة أو تعنى بهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مثل اللاجئين والأشخاص طبعا عديمي الجنسية. Yeah, and the fact is that this new edition comes at a very complex times for us. وهذه الطبعة جاءت في وقت شديد التعقيد بالنسبة لنا. And you know, we all face currently challenges when it comes to the, you know, the need to continue with the case management, for example, to the provision of regular services to our, you know, to our clients, let's say, to our persons of concern. وطبعا التحديات التي نواجهها الآن هي كما تعلمون هي استمرارية التحدي متعلق باستمرارية خدماتنا مثل إدارة الحالة للأشخاص المستضعفين والأشخاص الذين نقوم بخدمتهم. And despite this complex situation, we are still in a position to continue and be there for those who we support and assist. So this particular, you know, new edition, I believe, for from my personal perspective, is a very, very, you know, good start for us to look into the context in our countries and make sure that, you know, the processes and procedures applied on the national, on the country level, do meet those standards. طبعا بالرغم من انه من الصعوبات والتحديات التي يفرضها الان وباء كوفيد 19 الا اننا نستطيع برغم ذلك ان نستمر ونقدم بعض الخدمات ونحن نستفيد ايضا في ذلك من هذا الكتاب وهو بدايه طيبه لاي شخص طبعا يحاول ان يستجيب للاطفال واحتياجاتهم وغيرهم طبعا من مقدمي الرعايه في ظل هذه الظروف الحاليه. I sincerely believe that, you know, everything is evolving and changing and, you know, the current context we are living in will also give us opportunity to identify our own lessons out of the situation and further, you know, contribute to establishing better, you know, standards for ourselves, for our work. Because I sincerely, I'm next to those colleagues who are doing case management remotely nowadays and are unable to have a face-to-face conversations with our, you know, with people, with children on the ground. So this is really very complex situation. I'm proud of them. And honestly, sometimes I'm thinking, would I be able to do that? So I'm really, you know, chapeau to all our colleagues on the ground, to all of you, basically. Thank you very much, Armin. طبعا Armin تقول أنه الآن حقيقة كل شيء يتغير. وهنالك تغيرات كبيرة حصلت بعد جائحة كوفيد 19 إلا أنها تؤمن صدقا بأنها فرصة أيضا لنتعلم الكثير من الدروس وتطوير مهاراتنا وخبراتنا وأيضا المعايير التي نعمل عليها وخاصة فيما يتعلق بمواضيع إدارة الحالة. فبالرغم من هذه التحديات زملائنا في الميدان ما زالوا قادرين على تقديم خدمات إدارة الحالة وبالتالي هي تشكر وتوجه الشكر الجزيل لكل الأشخاص الذين ما زال يمكنهم تقديم الخدمات رغم كل التحديات التي يعانونها الآن. Yeah, I will stop here, Ahmed. Thank you very much for the translation. I will be available to answer questions, if any, from the colleagues on the ground. And, you know, all the best. I hope that everyone is healthy and good. Thank you very much, really, Armin, for being with us today. This is really appreciated. And of course, we will get back to you if we get any question in the Q&A session. Thank you. Thank you, too. بتشكركم أرمينيا جميعا وبتقول لكم انه بتتمنى من الجميع انه يكونوا بخير وسلامه وصحه. الان بننتقل ل زملاء زميلتنا نورس من العراق. نورس
نورة عم تسمعيني؟ نعم مرحبا أحمد مرحبا للجميع. مرحبا بك نورس. نورس رح تحكي لنا كيف قمتم بتعديل وتكييف المعايير الدنيا لحماية الطفل لتناسب سياق دولة العراق بدلا من أن تكون عمومية ودولية. تفضلي نورس. صح شكرا أحمد. طبعا في العراق في 2018 عملية مراجعة وطرح معايير الدنيا لحماية الطفل حدثتا معا، يعني كان في نفس الوقت كان في عندنا ورشات عمل ورشات مراجعة مسودة المعايير لنسخة الثانية، وأيضا كان يوجد لدينا ورشات تدريبية عن المعايير التي اخترناها من كل ركيزة. طبعا هذا لا يعني المعايير الباقية هي ليست بنفس الأهمية، ولكن هذه المعايير كانت الأنسب مع السياق المتواجد في العراق، وبالنسبة للخصوصية حماية الطفل في العراق في ذاك الوقت هذه المعايير كانت الأقرب. لذلك المعايير التي اخترناها في عملية المراجعة والطرح أصبحت جزءا من خطة الاستعداد والاستجابة والتدخل طبعا للمجموعة الفرعية لحماية الطفل في العراق ككل، واستفادت الجهات الفاعلة وأكثر الفاعلين والمنظمات المحلية والدولية من اقتراحات الاستعداد والاستجابة والمؤشرات المتوفرة تحت كل معيار بعد تكييفها طبعا مع السياق في العراق، استفدنا منها في تصميم برامج استراتيجية. لضيق الوقت احنا اختارينا معيارين، اذا ننتقل للسلايد الثاني احمد، اخترنا معيارين تحت ركيزتين، الاولا المعيار العاشر الصحة العقلية والضيق النفسي الاجتماعي. مثلا احنا كيف استفادنا من هذا المعيار او كيف كيفنا مع سياقنا الموجود في العراق؟ مثلا شكلنا فرقة عمل دعم نفسي او PSS Task Force، هذه فرقة كانت فرقة عمل مشتركة بين الوكالات لدعم طرح وحدتين نفسيتين التي هما مرونة الأطفال والشباب وديلز بروجرام. بعد طرح هذه الوحدتين قمنا ببناء قدرات العاملين في حماية الطفل في هذا المجال، وخصصنا أو أنشأنا جلسات تدريبية للمدربين لخمس منهجيات نفسية اجتماعية مختلفة على المستوى الوطني، واستهدفنا من خلال هذه التدريبات أكثر من 154 مدرب محلي، هم بالتالي أيضاً عملوا على طرح هذه المواد داخل منظماتهم وفي مدنهم المختلفة. في الركيزة الثانية في إدارة الحالات عملنا على تصميم مسار الحالة على المستوى المحلي، وطبعاً هذا المسار دائماً قيد التحديث باستمرار. ثم بدأنا على طرح ونشر نظام إدارة المعلومات لحماية الطفل أو CPMS Plus، وترجمنا كل المواد المتوفرة داخل هذه النموذج للغات المحلية منها العربية والكردية طبعا، وقمنا بمراجعة إجراءات التشغيل التي كانت هي مطورة قبل سنوات، قمنا بمراجعتها وقمنا أيضا بتحديث ما يجب أن يحدث من داخل هذه الإجراءات التشغيلية لإدارة الحالة، وأيضا قمنا بتعزيز وتقوية نظام حماية الطفل الموجود داخل العراق. مثلا قمنا بتدريب وتوجيه الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية، قمنا بتطوير قائمة مفردات اللي هي أكثر المرات كانت متوفرة باللغة الإنجليزية والعاملين الميدانيين كانوا بحاجة إليها، بحاجة أن نترجم هذه المفردات للغة العربية واللغة الكردية، وقمنا أيضاً بمساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية على كتابة أوصاف وظيفية لعامليهم الذين يعملون في نظام إدارة الحالات وحماية الطفل بشكل عام. وأيضاً عملنا على طرح حزمة تدريب
حزمة تدريب التوجيه والإشراف في إدارة الحالات للعاملين والمشرفين داخل في إدارة الحالات في مجال حماية الطفل. طبعاً هذه الأنشطة نحن لم نقم بها بعد قراءة واحدة للمعايير الدنيا لحماية الطفل، لا، إحنا نعتبر كتيب، هذا الكتيب أو كتيب معايير الدنيا لحماية الطفل هو رفيق درب وفي ومصدر متنقل غني جداً. نحن دائماً على قراءة مستمرة لهذه الكتيب، وبعد كل قراءة نستمد أفكار ومعلومات جديدة تساعدنا في عملنا اليومي وتساعدنا كيف نساهم بتطوير ما قمنا به سابقاً ونراجع ما قمنا به سابقاً وكيف نستعنى ودائماً نستفيد من المؤشرات الموجودة داخل كل معيار. فأرجو من الكل أن مثل ما نعامل المعايير نحن في العراق كصديق وفي أن يقوموا ببناء صداقة مع هذه الكتيب ودائما يكون مفتوحة أمامهم، لأن مع كل قراءة أفكار جديدة ومقترحات جديدة تخطر على البال وتساعد العاملين في مجال حماية الطفل على تصميم البرامج. شكرا. سلام. شكرا أحمد. Over to you. شكرا جزيلا نورس على طبعا على هذا الكلام الطيب والعمل الرائع في ونحيي جهودكم طبعا في نحيي جهودكم في قطاع حماية الطفل في العراق، ونحن نرى طبعا الارشادات التي طبعا والمذكرات التوجيهية التي تصدرونها لزملائكم. شكرا جزيلا، وفعلا فكرة رائعة أن يكون هو المعايير الدنيا لحماية الطفل وصديق وفي هو دائما بجانبنا كتيب نرجع إليه باستمرار بدلا من أن يكون أمرا تطلع عليه بتتصفحه بسرعة أو بمرة واحدة. شكرا جزيلا مرة أخرى نورس، وننتقل أيضا لإثراء هذه الفكرة لزميلتنا سمر في قطاع حماية الطفل في اليمن. ستتحدث لنا سمر عن طبعا عن كيف استخدموا معايير حماية الطفل في استجابتهم في اليمن بشكل عام، وايضا كيف استعملوا هذه المعايير لدمج استجابات حمايه الطفل في القطاعات الاخرى. سمر تسمعينني؟ شكرا احمد. مرحبا للجميع. كما تفضل احمد بتكون جلسه اليوم عباره عن مشاركه تجربه اليمن كيف استفادت من المعايير الدنيا لحمايه الطفل في الوضع الحالي. كما تفضل أحمد بالبداية بيكون في جلسة خاصة أو ويبينار خاص بكوفيد، لكن أنا حابة أجيب نبذة بسيطة كيف استفادت فريق تنسيق حماية الطفل من المعايير الدنيا للاستعداد لانتشار وباء كوفيد. شكرا جزيلا سمر، لقد فاتني ذكر ذلك، شكرا جزيلا لتصحيح. It's fine. كما ترون على الشاشة المحاور الرئيسية اللي احنا بنركز عليها هي الأقسام من المعايير الدنيا لحماية الطفل التي تم التركيز عليها من أجل تقوية حماية الطفل في سياق انتشار كوفيد. أولاً حابة أذكر أنه تقريباً جميع المعايير الدنيا لحماية الطفل ممكن الاستفادة منها أثناء الاستعداد والاستجابة لانتشار وباء كوفيد، لكن حالياً أنا ركزت فقط على ثلاث ركائز خصوصاً بسبب ضيق الوقت، وأول ركيزة كانت هي الركيزة الثانية التي كانت معنية بمناقشة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في أوضاع الطوارئ والتي تتضمن أيضاً انتشار الأوبئة. كان من ضمن المعايير التي ركزنا عليها أحمد next please من ضمن المعايير التي ركزنا عليها هي إساءة المعاملة الجسدية والعاطفية، وأيضاً الصحة العقلية والضيق النفسي الاجتماعي والأطفال المنفصلين. فقد قام فريق تنسيق الحماية بتكييف الدليل الإرشادي الذي تم تطويره من قبل المجموعة الدولية لحماية الطفل على البيئة المحلية، وركزنا على أهم المخاطر التي ممكن يتعرض لها الأطفال، حيث كما تعلمون اليمن لا تعاني فقط من
من مشكلة الوباء، والذي هو حاليا ليس بإشكالية كبيرة لأنه بدأنا نسجل حالات فقط من نهاية أبريل تقريبا، والحالات إلى الآن 65 حالة فقط، ولكن إحنا عندنا أيضا المشاكل السياسية والحروب، فكانت لدينا already مخاطر موجودة سابقا، وهذا الوباء يزيد من تفاقمها. فكما تفضل كما وضحت في البداية، ركزنا على معيار سوء المعاملة الجسدية والعاطفية والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، الصحة العقلية والضيق النفسي الاجتماعي، والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين، فكيفنا الدليل الإرشادي عليه. Next. أيضا من الأشياء الأخرى التي قام بها فريق التنسيق هو تطوير استراتيجية خاصة بحماية الطفل بالاستعانة بهذه المعايير التي موجودة في دليل المعايير الدنيا، وبدأنا عن طريقها تناولت هذه الاستراتيجية ضمان مواصلة تقديم خدمات الحماية للأطفال المستضعفين من خلال تحديد وتدريب الشركاء العاملين ضمن قطاع الحماية، حماية الطفل، الصحة والمياه والإصحاح البيئي، المأوى وإدارة المخيمات حول هذه المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، وتدريبهم حول الإسعافات الأولية النفسية بالتعاون مع مجموعة تنسيق الصحة العقلية والدعم النفسي، تدريب العاملين في مجال الصحة والإصحاح البيئي حول إدارة الحالة، ويشمل ذلك تحديد الأطفال وإحالتهم ومنع انفصال الأسر. أيضا تم إشراك المجتمع في عملية التوعية ودعم نشر المواد الإعلامية للوقاية من انتشار وباء كوفيد، وتكييف برامج الدعم النفسي عبر الإنترنت، محطات الراديو، أو توزيع مجموعات الرفاه للأطفال مع رسائل للآباء عن كيفية التعامل معهم. أحمد؟ إذن سمر عند تكييف، شكراً جزيلاً سمر، عند تكييف هذه الاستجابة أيضاً استجابة حماية الطفل لتتناسب مع الواقع الجديد الذي فرضه كوفيد-19، أيضاً لجأتم ورجعتم إلى المعايير الدنيا لحماية الطفل. أكيد كل المواد التي تم تطويرها والأدلة كانت بناء على الاستعانة بالأدلة والمعايير والتوجيهات التي موجودة ضمن هذه المعايير كما ذكرت سابقا، التي موجودة تحت المعايير التوجيهية الموجودة تحت معيار الصحة العقلية والنفسية والإساءة الجسدية، فكل الأدلة التي بنيناها كانت مبنية على العودة للتوجيهات التي موجودة ضمن هذه المعايير. في الركيزة الثالثة كنا تم التركيز على إدارة على معيار إدارة الحالة، وأيضا الرعاية البديلة وتحسين البيئة الحامية، وقمنا بتطوير دليل إرشادي لإدارة الحالات مبني على كيفية التنسيق ما بين القطاعات المختلفة لضمان استمرار إدارة الحالة وتحديد الأطفال المستضعفين. وكما ذكرت سابقا أنه تم تطوير بعض الإرشادات والرسائل للعاملين في المجال الصحة، وتم مشاركتهم بها، وفي الوقت الراهن سيبدأ تدريب العاملين في مجال الصحة في والمأوى وإدارة المخيمات. انتقالا إلى الركيزة الرابعة المعنية بالدمج في القطاعات الأخرى، كما تفضلوا سابقا حول أهمية التنسيق مع القطاعات الأخرى، لأنه بشكل عام في حال الطوارئ أحيانا يغفل احتياجات الأطفال والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال، وأيضا العاملين في مجال حماية الطفل لا يكونون من الأشخاص المتواجدين بالصفوف الأولى نظرا للوضع، فاعتمدنا على التنسيق مع القطاعات الأخرى لضمان حماية الأطفال في هذه الفترة، واستعدنا على في هذه التنسيقات على الإجراءات الأساسية التي الموجودة في دليل المعايير، حيث هناك شرح تفصيلي حول الإجراءات الأساسية التي يجب أن يقوم بها العاملين في قطاع الحماية لضمان توفر خدمات الحماية ضمن القطاعات الأخرى، كما أيضا يوجد الإجراءات الأساسية التي يجب أن يتبعها مثلا قطاع الصحة، المأوى، إدارة المخيمات، لأجل
ضمان وجود أنشطة متعلقة تضمن حماية الأطفال من المخاطر وتعطيهم الحماية الكافية وضمان الرفاه لهم. فكان من ضمن الأشياء اللي اعتمدنا عليها هذه الإجراءات، وقمنا أيضا بناء عليها بتطوير بعض الأدلة وتنسيق لعمل بعض التدريبات الخاصة في هذا الشيء، والتي كما ذكرت سابقا ستبدأ حاليا. ومن ضمن الأشياء التي نتأكد أو نصر أنها تكون موجودة من ضمن التنسيقات هو تدريب العاملين سواء المتخصصين في حماية الطفل أو بقية القطاعات الأخرى حول سياسة حماية الطفل، وأيضا التأكيد على توقيعهم على مدونة السلوك لهذه لضمان حماية الأطفال. تقريبا لضيق الوقت ممكن نتوقع أحمد أنتم بتشاركوا معهم العروض، وهي موجود فيها إيش الأشياء التفصيلية التي ركزنا عليها، وأيضا الأدلة والإرشادات التي تم تطويرها تم مشاركتها معكم في حال حابين تشاركوها مع الحاضرين اليوم. أوفر. شكرا جزيلا سمار. بالفعل طبعا سنشارك العرض التقديمي والبرزنتيشن مع الزملاء ومعلومات أخرى. شكرا جزيلا سمار، حقيقة الأنشطة التي قمتم بها في اليمن أيضا هي مثيرة للاهتمام ورائعة جدا ومتقدمة، ومشكورون أنتم على ذلك. الآن أنا أعرف الزملاء ربما قد يصيبهم يعني بعض الأحباط لأننا لا نتحدث عن أهمية المعايير مثلا بالنسبة للمنظمات المحلية، والآن معنا زميلتنا سمية من منظمة محلية من منظمة تكافل الشام تتحدث لنا عن تجربتها في استخدام المعايير الدنيا لرفع سوية أنشطة حماية الطفل في منظمتهم. سمية تسمعينني؟ مرحبا أحمد. مرحبا بك سمية. تمام. أنا بدي أحكي عن يعني تطبيق المعايير بشكل عملي، فرح أطرح أمثلة عملية وتطبيقية كيف نحن بالفعل استفدنا من هاي المعايير ونفذناها على أرض الواقع. فنحن كمنظمة تكافل الشام هي منظمة إنسانية عم تطبق برامج متعددة بأكثر من قطاع، وما كنا بنعرف قد إيه مهم نراعي قضايا حماية الطفل بكافة البرامج وليس فقط ببرامج حماية الطفل. بالرجوع للمعايير الدنيا بحماية الطفل، هاي المعايير ساعدتنا خلال 2019 لنطور كافة برامج وليس فقط برامج الحماية. هلأ رح أضرب أمثلة كيف طبقنا المعايير ببرنامج التعليم وببرنامج الأمن الغذائي. تكافل وكتير منظمات كانت عم تشتغل بالأزمة السورية ببرامج التعليم. منذ بدء الأزمة كان التركيز الأساسي على المناهج الدراسية والتعليم الروتيني لا أكثر من ذلك، لكن الحقيقة وفي ظل الظروف اللي مروا فيها أطفال سوريا خلال سنوات كان من الأولويات دمج حماية الطفل مع التعليم. فبدأنا نخطط لإعطاء جلسات الدعم النفسي الاجتماعي لطلابنا، لكن بالبداية صار في عنا حيرة إنه شو هي المواضيع المناسبة اللي لازم نطرحها على الأطفال واللي هي رح تفيدهم. صرنا نسأل ولكن للأسف كانت تجينا أجوبة مختلفة ومتضاربة. برجعنا للCPMS، رحنا للمعيار 15 وهون صححنا المسار وقدرنا نعرف إنه هاي الأنشطة لازم تكون مخططة وممنهجة، ما لازم تكون عشوائية وهي محددة المواضيع. كمان صرنا أكثر نهتم بالمراهقين ونعطيهم بمهارات القيادية أكثر، ونهتم أكثر بالأطفال اللي عندهم إعاقات ونساعدهم على الاندماج من خلال هاي الجلسات. فصار هدفها هي تعزيز المرونة عند الأطفال لحتى تخفف من الضغوطات اللي مروا فيها. كمان الأنشطة عم تعزز الحماية من خلال مساحات آمنة ضمن المدارس من خلال تحديد الأطفال المعرضين للخطر وإحالتهم. هي بالنسبة للمعيار 15. بدي أحكي كمان عن جلسات التوعية لمقدمي الرعاية اللي طبقنا فيها المعيار 16. كمان كتير منظمات عم بتقدم جلسات توعية لمقدمي الرعاية، لكن عم نشوف اختلاف بالمواضيع اللي عم يتم اختيارها. هذا الشيء وضعنا قدام تساؤل إنه شو هي المواضيع المناسبة اللي لازم نركز عليها، ولكن بالعودة للدليل طبعاً اللي فيه كتير إجراءات عملية، بدينا أول شيء نحلل السياق اللي نحن عم ننفذ فيه لنعرف المعتقدات الثقافية حول التربية الوالدية وشو هي القواعد اللي بتدعم حماية الطفل عفواً، والقواعد اللي بتعرض للخطر بقلب السياق اللي عم نشتغل فيه. وبعده
صرنا نهتم بمواضيع بتعزز العلاقة الإيجابية بين مقدم الرعاية والطفل لنضمن أنه ما يحصل مخاطر حماية على الطفل داخل أسرته. كمان صرنا نركز على مقدمي الرعاية المراهقين، طبعا هذا كله موجود بالدليل ونحن كتير استفدنا من هذا الموضوع، لأنه هذول مقدمي الرعاية المراهقين اللي أنجبوا أطفال بعمر صغير هن أنفسهم معرضين للخطر، بالإضافة لمقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقات. بدي كمان نوه لإدارة الحالة، شفنا كتير أمثلة لمنظمات عم يشتغلوا، منظمات إنسانية ما عم يتم تحديد عوامل الخطورة بشكل صحيح، عم يعتبروا كتير حالات أنه هي حالات حماية وعم يتم تقييمها وفتح ملفات إدارة حالة لإلها، سواء كان الطفل بعازة مثلا حليب أو بعازة لباس، بدون ما يتم الرجوع لعوامل الخطورة اللي مذكورة بالCPMS. فنحن رجعنا للسي بي ام اس وصرنا نحدد نعمل تحديد صحيح للحالات، وبعدها عم يتم بعد الموافقه المستنيره والتقييم الاولي عم يتم احالتها للخدمات المتخصصه. كمان حابة أحكي بالنسبة للبرنامج التعليمي عن تدريب المعلمين، كمان ساعدنا CPMS لاختيار المواضيع خارج النطاق المناهج التعليمية بموضوع الحماية لنعطيهم تدريبات عن الـ BFA، التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقات، التأديب الإيجابي، مبادئ حماية الطفل، كمان عم نعطي تدريبات الأخلاق الآم لجميع العاملين بالمجال التعليمي ولجميع الطلاب داخل المدارس، لحتى إذا صار أي خطورة بالمبنى يتم الإخلاق بأقل ضرر ممكن. عم نشتغل على موضوع التعليم غير النظامي كمان، ما بس نحن عم نستهدف الأطفال اللي هن بالتعليم النظامي وعم نجيب أطفال متسربين كمان، وكمان اللي هي بتصون الكرامة وسهلة الوصول وفيها عم نزودها بأدوات لذوي الإعاقات لحتى يقدروا يدخلوها وتكون قريبة من مركز التعليم. كمان هاي كتير عم نهتم فيها بالعودة للسي بي ام اس بمشاريع التعليم. حابي كمان بشكل سريع مشان ما كتير أخذ وقت أحكي عن برنامج الأمن الغذائي. خلال 2019 كان في عنا مشاريع لتوزيع المكملات الغذائية للأطفال الأكثر ضعفاً ضمن المخيمات وبشكل شهري. نحن استخدمنا التقييمات لنحدد الأطفال اللي عم يواجهوا صعوبة بالحصول على الطعام، وتم إشراك السكان بالتصميم والتنفيذ ومن الأطفال. كمان تم توفير بطاقات المستفيدين لرؤساء الأطفال والأسر الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين حتى يتمكنوا من الوصول للمساعدات العينية والنقدية والقسائم بأسمائهم، مراعين بذلك أنه ما تؤدي لمزيد من الانفصال. كمان اختيار الأطفال مراعين أنه ما يؤدي لمزيد من العمالة أو الاختيار خيار العمالة الخطيرة. كمان آليات الإبلاغ متوفرة ومعروفة للمستفيدين عبر الفليكسات وعبر البروشورات اللي بيتم توزيعها لحتى يتم المراقبة لهي المشاريع. هي طبعاً ضمن المعيار 21 اللي بيشجع جميع الأطفال يعيش عفواً جميع الأطفال المتضررين من الأزمات الإنسانية في بيئات آمنة غذائياً تحد من مخاطر حماية الطفل وتستجيب لها. إن شاء الله أني أقدر خلال الوقت اللي أتيح لإلي يكون غطيت في كتير طبعاً نقاط، بس إن شاء الله أني أقدر يكون غطيت بعض من هاي النقاط اللي فعلاً فادتنا من هاي المعايير أنه نطبقها على أرض الواقع. شكراً جزيلاً سمية، حقيقة هذا كلام مفيد جداً، هذا الكلام جداً رائع، وبالفعل يعني ممكن لأي شخص يعمل في مجال حماية الطفل إذا أحب أن يطور عمله فلا بد له من الرجوع إلى المعايير الدنيا لحماية الطفل للوقوف على أفكار ويمكن تطبيقها وأنشطة يمكن تنفيذها. وأيضا حتى لو لم تكن تعمل أنت في مجال حماية الطفل، يعني ربما تعمل في القطاع الغذائي أو في قطاع الأمن الغذائي أو التغذية أو حتى الصحة، يمكنك دائما أن تجد في كتاب معايير الدنيا لحماية الطفل بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدك على جعل استجابتك أفضل لهؤلاء الأطفال. يعني بشكل خاص تكون مميزة هذه الاستجابة للأطفال. شكرا جزيلا مرة ثانية سمية، والله يعطيك العافية. الآن ما ظل عندنا وقت كتير، ولكن راح نحاول نجاوب على بعض الأسئلة التي تلقيناها. أولا الأسئلة المتعلقة بما هو جديد في المعايير الدنيا، أعتقد أنه تم تغطيتها، وسنشارك أيضا البرزنتيشن العرض التقديمي وبالتالي يمكنكم الرجوع إليها. بالنسبة للأسئلة التي جاءت بما يخص موضوع وباء كورونا أو كوفيد-19 سنجيب عنها في الويبينار القادم إن شاء الله في 19 الشهر، في 19 من هذا الشهر بعد أسبوع تقريبا. سننتقل إلى بعض الأسئلة التي وصلت لي من خلال الرابط، وبعدها إن شاء الله إذا
تصلنا لنا يمكن الانتقال إلى بعض الأسئلة التي وصلت عبر الشات. يسأل أحدهم أنه عن كيفية تنفيذ المعايير بشكل يضمن فعالية التنفيذ. يعني فعالية المعايير هو حقيقة هذه المعايير حقيقة لا يمكن تطبيقها في بعض السياقات دفعة واحدة، وإنما تطبق بشكل عام، تطبق تدريجياً في بعض الأحيان، ويمكنك أن تبدأ بتطبيق بعض أجزاء المعيار معين، وطبعاً هذا يجب أن تبدأ أنت من النشاط الذي تقوم به. فإذا كنت تقدم نشاط الدعم النفسي الاجتماعي فترجع إلى المعيار الخاص بأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي وترى ما في المعيار من توصيات وتحاول أن تطبق هذه التوصيات ما أمكن، ثم تزيد من نسبة وقدرتك على تنفيذ هذه التوصيات بما يسمح به السياق. وإذا كنت على سبيل المثال أيضا تنفذ أنشطة الرعاية البديلة، يعني هنالك أطفال منفصلين عن والديهم لا يمكنهم العيش مع أمهم وأبيهم أو طبعا كلاهما، وأنت تؤمن لهم رعاية بديلة. فما هو نوع الرعاية البديلة الذي يمكن أن تؤمنه؟ يمكنك الرجوع إلى المعيار الخاص بالرعاية البديلة، وقد لا تستطيع في مرحلة أولى أن تلبي كل التوصيات الموجودة في المعيار، ولكن كما أشرنا يمكن أن تبدأ بتطبيقها بشكل تدريجي ومع مراعاة أن هناك معايير حد أدنى، يعني تضمن أن لا تتسبب أنشطتك حقيقة بالضرر للأطفال. ما هي أهم المعايير الواجب اتباعها لحماية الطفل في ظل الأزمات؟ حقيقة هذا السؤال يعتمد إجابته على نوع الأزمة، وأيضا في الأزمة لها تجليات مختلفة. فإذا كانت أزمة نزوح مفاجئ على سبيل المثال، غالبا يكون الخوف الأكبر هو انفصال الأطفال عن أسرهم وبقاء العائلات مع بعض. إذا كانت الأزمة هي على سبيل المثال سياق حرب وسياق يتم فيه تجنيد الأطفال، فربما المعيار الذي يجب التركيز عليه هو حماية الأطفال من التجنيد في الجماعات والقوات المسلحة. إذا كان السياق فيه عمالة أطفال أو أطفال يعيشون في الشوارع ويعملون في الشوارع، طبعا نتحدث هنا عن العمالة الخطرة، ليس كل طفل يعمل هو عمالة أطفال. وإذا كانت عمالة الأطفال هي الخطر الأكبر الذي يواجهه الأطفال في مجتمعك، فأنت تذهب إلى المعايير المتعلقة بحماية الأطفال من أو عمالة الأطفال، وتحاول أن تنفذ الأنشطة الموجودة بها والتوصيات الموجودة بها. كيفية التعامل، كيف يتم تطبيق إلى آخره؟ هل يمكن تطبيق ما سيتم طرحه في منطقة مثل سوريا فيها من الحرب والنزوح والمخيمات ما يكفي؟ هل يمكن أن تتقبل الفئة المجتمعية هذه الندوات في ظل ما تعيشه من واقع صعب؟ سؤال ذو شقين، الشق الأول هل يمكن تطبيق ما سيتم طرحه؟ طبعاً المعايير الدنيا يتم تطبيقها حالياً في اليمن، وهي تعاني في بعض الأحيان من وضع أصعب حقيقة من الوضع الذي تعيشه أغلب أجزاء سوريا. أيضاً يتم تطبيق هذه المعايير في العراق، ولكن مثل ما قلنا يعني هذه الأنشطة تبي المخاوف. يجب أن ندرك ما هي المخاوف التي تخص الأطفال بشكل عام، ونحاول أن نستجاب لها وفق المعايير الدنيا وهذه الأمور. هل يمكن أن تتقبل الفئة المجتمعية هذه الندوة؟ أعتقد السؤال أننا يعني هذه الندوة ليست موجهة للمجتمع، هذه موجهة للأشخاص الذين يعملون في مجال حماية الطفل، ولكي نساعدهم على أن يقدموا خدمات أفضل للأطفال الذين يتأثرون بالحرب والنزوح والمخيمات. كيف نقوم باستضافة الأحداث التعليمية عبر الإنترنت في بيئة فقيرة يمكنها الوصول إلى الإنترنت؟ أعتقد هذا السؤال سؤال مهم جدا، ولكن ربما هو مرتبط بكوفيد 19 أو كورونا، فربما نجيب عنه ونحاول الإجابة عنه، وأكيد سنجيب عنه عفوا في الندوة القادمة. كيفية حماية الأطفال في المراكز الصديقة للطفل أيضا دون الظروف الحالية؟ أيضا هو سؤال متعلق بكوفيد بكورونا. ما العمل عند نقص معايير عند الطفل، يعني معايير حماية الطفل؟ مثل ما قلت تحاول
أن تجعل عملك معيارياً قدر الإمكان وبالتدريج وبما يسمح به السياق والموارد التي تمتلكها مع يعني مع ضمان أن لا تتسبب بأذى للأطفال. يعني إذا كنت تود تقديم على سبيل المثال خدمات الصحة العقلية للأطفال وليس لديك شخص مختص في مجال الصحة العقلية بل هو شخص يحاول أن يعني يرتجل هذا الأمر فعلى الأغلب أنت تتسبب بالضرر للأطفال وبالتالي لا تمتلك أنت المعايير الدنيا للقيام بهذا النشاط فمن الأفضل أن لا تقوم به أساساً انطلاقاً من مبدأ لا ضرر ولا ضرار دونها. كيف نعالج مشاكل العنف المبني على النوع الاجتماعي بين الأطفال في ثقافة المجتمع؟ سؤال مهم جداً. أنا أقترح كبداية بأن تذهب وتقرأ زميلي العزيز أو زميلتنا نجلاء وسؤال مهم جداً. بداية ربما لو قرأنا المعايير الدنيا لحماية الطفل فيما يخص العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أصيب الأطفال وهو أحد المعايير في الكتيب ومن ثم يمكننا طبعاً إيجاد بعض الأنشطة التي توجهنا في هذا الأمر وفي حال كان لديك سؤال أو كان لديك أخت نجلاء سؤال فيمكنك التوجه به لي طبعاً أنا في مكتب المساعدة في المجموعة العالمية لحماية الطفل عملي هو أن أساعدكم في هذه القضايا ويمكنك أيضاً أن تسألي الزملاء المختصين في قطاع العنف القائم على النوع الاجتماعي ويمكنك الوصول لأي شخص مختص وأنا عندما يصلني السؤال قد أضطر إلى سؤال أشخاص ذوي اختصاص أكبر فيمكنك دائماً ولكن البداية تكون عادة المعايير. شواغل الحماية ما هي يسأل أحدهم الحقيقة هذه الندوة ليست عن الحماية بمفهومها الواسع وهناك العديد من الأسئلة التي تسأل على تطبيق هذه المادة على أرض الواقع حقيقة لو قرأتم الكتاب بالتأكيد ستجدون أمثلة واضحة عن تطبيق هذه المعايير وهذه الأنشطة على أرض الواقع ولذلك أتمنى منكم أن تقرأوا هذا الكتاب بما يخص الأنشطة التي تودون القيام بها وربما الانطلاق يكون من الاحتياجات التي ترونها إذا كنت أنت في مخيم وترى الأطفال على سبيل المثال يعملون أعمال خطرة مثلا في تصفية الوقود مثلا في بعض المخيمات هنالك مصافي يدوية للنفط حيث يوجد فيها حراق على سبيل المثال أو بعض الأطفال الذين يبيعون الوقود الذي يمكن أن يحترق أو ينفجر فإذا كانت هذه المشكلة مثلا في المنطقة التي أنت تعمل بها فيمكنك الرجوع إلى المعيار الخاص بحماية الأطفال من المخاطر والأذى وأيضا المعيار الآخر المرتبط بعمالة الأطفال الخطرة وترى ما هي الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها بناء على ذلك ففي ذلك الكتيب في كتاب المعايير الدنيا خبرة ومعرفة أشخاص كثيرين كانوا يعملون في هذا المجال وما زالوا يعملون ليس لدي مع الأسف وقت لقراءة أسئلة أكثر ولكن إذا كان لديكم أي سؤال يرجى التواصل معي أو طبعاً مع أي شخص مختص ولكن أنا من عمد الاستجابة لأسئلتكم يمكنكم أن تجدونني سأشارك تفاصيل التواصل مع الأشخاص يمكنكم ترك إيميلاتكم في الدردشة هنا أو يمكنكم أن تبحثوا عن جهة اختصاص حماية الطفل على موقع فيسبوك وستجدون مجموعة خاصة بها بحماية الطفل يمكنكم الانضمام إليها وطرح أي سؤال وأعتذر كثيراً إذا كنت لم أستطع الإجابة على أي سؤال سأضطر إلى إنهاء طبعاً هذه الفقرة والانتقال إلى زملائي جوانا ورياض جوانا ورياض جوانا are you here over to you I think we've arrived to the end of our session fantastic we're 5 minutes I know we're 5 minutes late on schedule so we're good I would just say thank you very much for everyone for attending this has been recorded and we will be able to share it with everyone I encourage people to go on the Alliance website. We've shared some of those website addresses to download materials, the summary, and all the other supporting documents. And then I would pass the floor to Riyad and yourself.
Let me please translate and then I will hand over to Riyadh for the closure. جوانا بتقول طبعا بتشكركم جميعا للحضور وشكرا جزيلا فعلا مني انا ايضا بتشجعكم جوانا على انكم تروحوا على موقع تحالف حماية الطفل في العمل الانساني. تحالف حماية الطفل في العمل الانساني حقيقة مثل ما ذكر استاذ رياض فيه الكثير من المواد المفيدة جدا وفي حال كان لديكم سؤال يمكنكم بعدها ان تطرحوا عليه. استاذ رياض اي كلمات ختامية لديك؟ شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا للجميع. بدي باسمي واسم التحالف الدولي حابب اتشكر ايضا البانلست المشاركين اللي شاركوا معنا خبراتهم من سياقات معقدة جدا بصراحة ومهمة. اكيد رح نحاول جميعا نستفيد منها ان شاء الله بالمستقبل. حيكون في ندوات اكثر باللغه العربيه, هي شيء التحالف حيحاول يركز عليه بالمستقبل. كل شيء حيكون مسجل حيتشارك مع حضرتكم, واذا في اي اسئله ممكن تبعتوا لعند الاستاذ احمد او ممكن ايضا على موقع التحالف ممكن تبعتوا. كان في سؤال من احد المشاركين عنه كيف فينا نحن ننضم للتحالف. اذا بنروح على موقع التحالف في عندنا صفحه خاصه بالاشتراك بالانجليزي membership, ايضا بالعربي موجود فيها جميع الشروط والابلكيشن اللي ممكن نعبيه كرمال ننضم على التحالف. ما حاخركم اكثر من هيك. شكرا جزيلا لكم وشكرا مره ثانيه للمشاركين اللي شاركونا خبراتهم ويعطيكم الف عافيه. يعطيكم العافيه. مع السلامه. بدي كمان بس اخر شيء احمد شكرا لك احمد, كثير تعذبت بالتيسير وبالترجمه, فكمان يعني لو كنا قاعدين مع بعض كنا حنعمل لك زقفه كبيره. شكرا كثير لك. كلك ذوق استاذ رياض. شكرا جزيلا عن جد لذوقك وشرفنا فيكم جميعا. نبقى على اتصال ان شاء الله, وموعدنا في الجلسة القادمة لا تنسوا الندوة القادمة إن شاء الله اللي هي بتاريخ 19 شهر رح نحكي فيها أكثر عن وباء الكورونا وحماية الطفل في ظل هذا الوباء. مع السلامة بأمان الله.